أهلا أحبائنا مشاهدينا، يسرني أن أستضيف إلى استوديو ليكن نور عبر الزوم أخ عزيز جدا على قلبي وخادم الرب من الجليل الأعلى، الأخ مكرم مشرقي. الأخ مكرم هو مش بس خادم للإنجيل، هو دكتور في علم، طبعا متخصص بخلفيات وحضارات الكتاب المقدس والنصوص المسيحية واليهودية والإسلامية أيضا. الأخ مكرم أو الدكتور مكرم كتب أكثر من 20 كتاب وأكثر من 100 مقال، كلها بتتعلق في هذه الموضوعات، وكتبها بعدة لغات، في اللغة العربية والعبرية واللغة الإنجليزية. وإحنا مستضيفين شخص اللي هو هذا هو موضوعه وهذا هو العلم اللي بيتكلم عنه. أهلا وسهلا دكتور مكرم، إحنا فرحانين جدا أنك تكون معنا في هذه الحلقة. أهلين أسيس نزار، شرف لي أكون معك مع الأحباء المشاهدين، بركة ليلي. ربنا يباركك أخ مكرم. أنا بناديك أخ مكرم لأنه معتاد عليك، أنت صديق قديم وخادم للرب. أخ مكرم طبعاً. إحنا تكلمنا عن العهد القديم وعلم النقوش، وقبل ما نبتدي في العهد الجديد لو ممكن تعطينا هيك الجسر اللي بيربط بين العهد القديم والعهد الجديد حتى اللي ما شاهدنا من قبل يدرك عن أي موضوع إحنا بنتكلم. تفضل أخ مكرم. بمعونة الرب إحنا نتحدث اليوم عن موضوع مكمل. إحنا تحدثنا عن العهد القديم وقارنا كل ما وجد أو معظم الأمور الهامة اللي وجدت في الحضارات المختلفة بالمقارنة مع اللي وجدناه أو اللي كتب في كلمة الله في العهد القديم. إسا رح نعمل يعني نتحدث شوي عن هاي الفترة اللي هي الفترة اللي صمت فيها الوحي، ونقول إيش الأمور اللي كانت فيها، إيش الكتابات المختلفة اللي وجدت فيها، وبالتالي ننتقل إلى نص الكتاب المقدس العهد الجديد ونقارنه أو نقابله في النقوش اللي وجدت في الحضارات الثانية، ونشوف قديش صحتها ودقة كلمة الله اللي قدام اللي بين إيدينا. فقط للتوضيح أخ مكرم، أنت ذكرت كلمة فترة الصمت، يعني قبل ما نبتدي بخوض الحديث عن علم الآثار وعلم النقوش، إيه المقصود بفترة الصمت وشو كان فيها؟ أعتقد أنت بتتكلم عن فترة ما بين العهدين من سفر ملاخي لبداية العهد الجديد، هل هذا ما تقصده بفترة الصمت؟ ما بين 400 قبل الميلاد لحد القرن الأول ميلادي كانت فترة صمت، بمعنى ما وصلناش كتابات من الله، وإنما كانت كتابات وناس أغنوا الحضارة، إن كانت كتابات يونانية إن كانت كتابات عبرية أرامية، بسبب يعني دخول الحضارتين أو يعني تفشي الحضارتين اليونانية والأرامية، ففي كان كتب كتير مختلفة موجودة في هاي الفترة، منها كتب يعدوها اليهود يسموها الأسفار الخارجية، ومنها الكتب اللي هي الكتب اليهودية اللي ما بعد الكتاب المقدس العبري مثل المشناة والتلمود، وكتابات أخرى كتبوها مجموعات مثل الإسينيين في قمران وإلى آخره، يعني كم كبير من الكتابات، لكن هي صمت بمعنى صمت الوحي عن يعني ما في عندنا كلمات كتابات موحى بها من الله في هاي الفترة.